العلم، علوم القرآن، علوم القرآن تهدف إلى بناء الإنسان الفاضل الكامل، والأسرة الفاضلة الكاملة، والمجتمع الكامل، والشعب والقومية الكاملة، ثم جمع القوميات ليبنى العالم الكامل الفاضل. فالإسلام علم، علوم القرآن تشمل كدستور كل ما يحقق سعادة الإنسان والعالم، والحكمة هو إعداد العقل لينجح في كل أمر يقوم به ويتجه لتحقيقه. الحكيم إذا كان عنده حكمة في القضية، إذا القضية فيها حكمة تنجح أو تفشل. القائد الجيش إذا عنده حكمة، السياسي، الشيخ، التاجر، الصانع، ويزكيهم، يجردهم من كل صفة خسيسة ومن كل رذيلة، ويحليهم ويجملهم بكل خلق جميل وبكل منقبة فاضلة. فإذا أخلاق وعقل في مستوى القمة الحكمة والعلم، فهل تفشل أمة عالمة حكيمة ذات أخلاق؟ هل يفشل إنسان فرد عالم حكيم ذو أخلاق؟ مستحيل يعني. هذا القرآن في الأعصر الأخيرة صار موالات مثل موالات أم كلثوم وموالات عبد الوهاب، يسمع ويصغى إليه إذا كان بموسيقى معينة، وإذا ما حمل الموسيقى قد سكر الراديو، يضرب يضرب. هل عم يقرأ إذا كان شيخ أو غير شيخ؟ إذن ما جاء إلى بال المستمع لا الله ولا له قلب صالح لإلقاء بزار القرآن.